السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد المجتبى. هل بتخاف من الفشل؟ ربما تكون من الناس اللي بيخاف من الفشل أو بتعتقد عن نفسك إنك بتخاف من الفشل. ولكن أسألك سؤال ثاني، هل بتحب تتعلم؟ ربما أكيد تقول لي نعم بحب أتعلم. بقول لك أنت عندك المقدرة إنك تتعامل مع كل حالات الفشل حصلت في الماضي، حالة الفشل ممكن تحصل معك الآن أو ممكن تحصل معك في المستقبل، إنها فرصة لإنك تتعلم شيء جديد، سلوك جديد، أسلوب جديد، طريقة جديدة في الحياة. بقول لك لو تعاملت مع حالة الفشل اللي ممكن تحصل في الماضي أو ممكن تحصل معك في الحاضر أو في المستقبل بالطريقة دي، ما حتخاف تاني أبدا من الفشل. واليوم في ارتقاء عايز أشاركك بواحدة من القواعد المهمة في البرمجة اللغوية العصبية. بقول لك لا يوجد شيء اسمه فشل، إنما هي نتائج وتجارب وخبرات. هل تعلم إنه القاتل الأول لأحلامنا وأهدافنا هو الخوف من الفشل؟ إحنا بيمنعنا من إنه نمشي لقدام، ما الفشل نفسه، مجرد خوفنا من الفشل هو بيمنعنا من إنه نمشي لقدام، هو بيمنعنا من الارتقاء. عايز أقول لك حاجة مهمة، ممكن تتعامل مع حالة الفشل إما هي مجرد انهزام مؤقت. الفشل ما موجود عشان يستمر، موجود عشان أنت تهزمه وتنتصر عليه. عشان كده بيقول لك إنه حالات الفشل أو التجربة الفاشلة مجرد فرصة عشان تبدأ من جديد، ولكن المرة دي بذكاء أكبر، بفهم أكبر، وأكيد كل مرة حتحقق نتيجة جديدة. عشان كده التفوق الحقيقي في الحياة هو إنك تمثل تجاربك الفاشلة لنفسك بطريقة تدعمك لإنك تحقق نتائج أعظم، وحتشعر دائما بالارتقاء. خليني أقول لك إنه في كل تجربة فاشلة في درس قيم، بطولتك إنك تكتشف الدرس القيم ده وتستفيد منه عشان تحسن أسلوب حياتك. وأنا وإنت عارفين إنه عندنا المقدرة إنه نرجع للتجارب السابقة ونغيرها بطريقة تدعمنا في تحقيق نتائج أعظم وبالتالي ارتقاء. إيش بقوة وسعادة.